بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 96 من كتاب أسهل المسالك، ولازلنا في باب الحج والعمرة. وواجبات الحج عشر تجبر، بالدم إفراد بحج تحبر. واحرم من الميقات ليلة تلبية، ثم الطواف للقدوم تبدية. ليلة النحر انزلا بالمعشر، وللعشاءين بجمع آخر. قصر واحلق وارمي جمرا في منى، وبث ليالي الرمي فيها بالمنى. كل شعيرة بتركها الدم، الإبل أعلاها ولدن الغنم. على النساء القفاز حرم واكتفي. واجبات الحج عشر تجبر، بالدم إفراد بحج تحبر. واحرم من الميقات ليلة تلبية، ثم الطواف للقدوم تبدية. ليلة النحر انزلا بالمعشر، وللعشاءين بجمع آخر. قصر واحلق وارمي جمرا في منى، وبت ليالي الرمي فيها بالمنى. كل شعيرة بتركها الدم، الإبل أعلاها ولدن الغنم. على النساء القفاز حرم واكتفي. الله عظم قدر جاه محمد، وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. يا خير من أطعم الطير اللحوم، ومن سقى السيوف ظما شخب أجيادي. صلى عليك إلهي ثم قال لنا: صلوا عليه عبدائي وعبادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 96 من كتاب أسهل المسالك، ولازلنا في كتاب الحج، باب الحج والعمرة. واجبات الحج عشر تجبر، بالدم إفراد بحج يحبر. يعني أن واجبات الحج التي تجبر معناها تعالج بالدم، لا يجوز تركها ابتداء، لازم من تركها تعمدا، ولكن من نسي أو فعلها تعمدا مع الإثم يجبرها بالدم. والهدي هو عبارة، أو الجزازة يعني عبارة عن شاة تزيء الضحية، أو عن بقرة أو ثور يزيء الضحية، وهو ذو 3 سنين. والشاة كما قدمنا ذات سنة فأكار، والإبل 5 سنين فأكار، ناقة وجمل وهكذا. نعم، إحرام أحرم من الميقات وكذلك الإحرام من الميقات. فمن تجاوز الميقات عمدا ونسيانا فإنه يلزمه الدم، لا يبطل حجه ما دام أحرم لكنه تجاوز الميقات. وستأتينا المواقيت إن شاء الله. المواقيت معناها أمكنة الإحرام التي يحرم منها، معناها التي ينوي منها الإنسان الحج. نعم، من تجاوزه فعليه دم سواء كان عمدا أو نسيانا. كذلك التلبية، من ترك التلبية أصلا فعليه دم. ثم الطواف للقدوم تبديئة. كذلك أيضا من أتى إلى مكة وهو ليس مضايقا، ما عنده مضايقة، معناه كان لديه وقت، فهذا يجب عليه بأن كان ليس آخر يوم عرفة لابد أن يقف هناك ليلا. إن كان مضايقا ليس عليه طواف القدوم، ولكن إن كان غير مضايق فعليه أن يطوف طواف القدوم 7 أشواط. وهذا لو تركه اختيارا ليس مضايقا، أو تركه نسيانا وليس هناك ضيق، فعليه الدم طواف القدوم، لأن طواف القدوم ليس بركن. طواف الإفاضة وسيأتينا هو ركن. طواف الإفاضة معنى أن يفيض الناس من عرفات، بعد أن يرجعوا من عرفات هكذا طواف الإفاضة. تلبية لليلة النحر زلم بالمشعر،
فكذلك ليلة النحر نزول مزدلفة في رجوع الحاج من عرفة، فلو لم ينزل بها قدر ما يحط رحاله، معناها متاعه عليه الدم، فإذا نزل بها قدر حط رحال قبل قدر أن ينزل رحاله فقد كفاه ذلك الواجب، ولكن بقيت السنة وهي المبيت هناك في مزدلفة في رجوعه من عرفات. ليلة النحر نزيلا بالمشعر يعني بالمزدلفة، وللعشاءين بجمع آخر. ثم هنا ذكر السنن فقال يسن للإنسان أن يجمع العشاءين بالمزدلفة عندما يرجع من عرفات، لا يصلي المغرب هناك، عندما يدخل وقت المغرب ويتأكد منه فعليه أن ينفر للمزدلفة ويجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في وقت العشاء جمع آخر. قصر واحلق وارمي جمرا في منى. كذلك أيضا التقصير أو الحلق هذا واجب بعد أن يرمي رمي العقبة، وهي رمية الأولى الرمي الأول عندما رجوعه من عرفات ومبيته في المزدلفة، أولا سيبدأ قبل طواف الإفاضة بالرمي، فهذا الرمي هنا واجب غير ركن، فلو تركه عمدا ونسيانا هذا أجزاه الدم. وكذلك التقصير أو الحلق بعده. وبيت ليالي الرمي فيها بالمنى. ثم بعد طواف الإفاضة يرجع الإنسان إلى منى ويبقى هناك كل يوم بعد الظهر، ولكن النهار كله كاف، ولكن يندم أن يكون ظهرا، يرمي الجمرات، الجمرة الأولى والثانية والثالثة، كل منهما بالسبعين حجيرات صغيرة قدر الفول، من قدر الفول، ما الفول نوع من نوع من القطاني. فهذا الرمي هنا واجب كل يوم 7 مرات، فلو ترك واحدة أو ترك كله عليه دمه. وكذلك المبيت الليالي 3 أو يوم أو ليلتين، ويمكن أن يتعجل في الثالثة. أنا مبيت ليالي 3 غير المتعجل، ولكن من تعجل فلا إثم عليه كما في القرآن العظيم. في ترك كل شعيرة منها دم، لكل ترك شعيرة، الشعيرة معناها الواجب، معناها ذلك هو معظم شعائر الله، معناها حرمات الله تعالى، واجبات فرائض معناها التي فرضها على عبيده. وكل من ترك شعيرة منها عليه الدم، من ترك هذا الرمي فعليه دم، ومن ترك الحلقة فعليه دم، ومن ترك يعني النزول في المزدلفة فعليه دم، وهكذا. الإبل أعلاها كما قدمنا، الإبل هو أعلاها، ويكون ذو 5 سنين ودخل في السادسة. ولدنا الغنم، وقدمنا أن البقر والوسط والغنم هي الأدنى. على النساء القفازة حرم، يعني أن النساء يحرم عليهم أن يجعلن هذا القفاز الذي يغطي الأيدي، القفاز حرم. واكتفي هنا، انتهينا إن شاء الله، هذا الدرس غدا إن شاء الله. الله التوفيق والعافية، بارك الله فيكم ودعواتكم الصالحة، وعليكم بالمراجعة المراجعة المراجعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. داوم على الدرس مع التكرار، داوم على الحفظ مع التكرار، داوم على الحفظ مع التكرار، داوم على الحفظ مع التكرار.